فولهامبتون، ويست هام، يونايتد، الهزيمه ربما يعني الهزائم يعني وين ويست هام وين ينهزم كذلك في الجوله العشرين بهدف لصفر، لانه وين دانيال الذي سجل الهدف الشوط الثاني في الدقيقه 48 في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 48 في الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليج في الجوله العشرين، يعني وانتهى الشوط الاول هدف لصفر لصالح فولهامبتون شان امام ويست هام، يعني في نقولوا بلي شاوين شان وين سعيد بالرحمه اللي دخل في الدقيقه 60 لكن بدون جدوى، يعني وين نقولوا بلي بدون جدوى شان وين خوسي ساي يعني في الحراسه تاع فولهامبتون، لينسون شان ناتان شان كيفاش كليمان شان يعني ماتيوس يعني وين روبن جاو شان وين تاشي كذلك دانيال ماتيوس، يعني وين نقولوا بلي شاهدنا وين دخول رايان ايت نوري يعني في الدقيقة 64، يعني الدقيقة 64 اللي دخل ايت نوري، كذلك دخول سعيد بالرحمة في الدقيقة 60، يعني شاهدنا لوكاس عندنا فلانديمير يعني وين انجيلو نايف اكراد يعني المدافع القوي، يعني شاهدنا ارون شاهدنا باولو ديكلان توماس لوكاس باكيتا جوراد يعني ميشيل انطونيو، يعني دخول يعني سعيد بالرحمة في هذه المباراة يعني كانت قوية جدا، شاهدنا وين نقولوا بلي تبقى المعاناة ويست هام في هذا في هذه الجولات الأخيرة، يعني الشهر الماضي الشهر هذا الجولات الأخيرة وين كانت نقولوا بلي تبقى معاناة، يعني شأن وين دانيال الذي سجل الهدف في الدقيقة 48 في الشوط الثاني، رغم أن إحصائيات رغم أن وين ويست هام يعني وين ضغط بقوة لكن بدون جدوى. هذه هي المباراة الجولة العشرين، فولهامبتون هدف، ويست هام يونايتد صفر في الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليج. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، واللي بشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.